اليوم العالمي لتوعية ضد مخاطر الألغام كان محطة لاستحضار جرائم المستعمر الفرنسي بزرعه حقول ألغام مضادة للأفراد على طول الحدود الشرقية والغربية. ألغام حصدت أرواحا بشرية وخلفت الكثير من العاهات والإعاقات وسط الكثير من الجزائريين. الجزائر قطعت أشواطا كبيرة لنزع كل هذه الألغام، لا سيما تلك التي بذلها الجيش الوطني الشعبي. تلك الألغام تشكل وجها من أوجه بشاعة الاستعمار البغيض. إن هذه المناطق اليوم بفضل المجهودات المضنية لمؤسسة جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، يستفيد منها المواطن بعد تطهيرها وتأهيلها بإقامة مشاريع فلاحية ورعوية واقتصادية لتصبح مصدرا للنماء والرخاء بعدما كانت مناطق محرمة تحصد الأرواح وتزرع الموتى والفواجع. ورغم محاولتها منع وصول السلاح والمؤونة لمجاهدي ثورة التحرير المجيدة، إلا أن فرنسا الاستعمارية لم تصل بفعلتها لما خططت إليه، بل زاد ذلك عزيمة أمام الثوار في نيل الاستقلال. فرنسا كانت خايفة وعلى بالها باللي رايحة وشن هو أي كونت حوايج من بعد في الصورة كونته، ماشي من بعد الصورة كونت هذا اليمين هذا، باش ما يدخلوش يجيبوا السلاح ولا يدخلوا الناس اللي كانوا عايشين برا جزائريين باش يوليوا يدخلوا من الفرونتيير، دايره المينات هذو باش تدافع على روحها بغير ما تدير العسكر تما، خاطر كاين مضارب ما تقدرش تدير العسكر. بعد التزام الجزائر بالآجال الدولية المحددة لتطهير كل المناطق، تواصل اليوم المسيرة لاستكمال التكفل الاجتماعي والقانوني بضحايا هذه الألغام.